ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمه وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي رب إني فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين
قالت إحداهما يا أبت استأجر استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما أجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله